الحكم الثالث كما نعلم هو الإظهار، والإظهار في اللغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. هنا أيضا نوع من الدقة في التعريف، في بعض الكتب نرى من غير غنة، إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، ويقصدون من غير غنة مطولة. لكن كلمة من غير غنة قد تفهم على أنه شو؟ من غير غنة بالمرة، وهذا لا يكون. لا تخلو نون من غنة، لا تخلو ميم من غنة. انتبهنا يا شباب؟ فإذا حتى نكون دقيقين في التعريف ماذا نقول؟ من غير الزيادة في الغنة. إذا الميم فيها غنة والنون فيها غنة لما تكون مظهرة، لكن ما نزيد فيها، ما نطولها عن حقها وعن حدها. نعم، هذه هي أحكام الميم. بقي عندنا تظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء إلا الميم والباء، نحو هم فيها. لما تقول هم في، انظر هم، هم طبقنا الشفتين، وانت طابق شفايفك انقل اطراف اسنانك العليا بلطف الى باطن الشفة السفلى. انظر هم في، هم في، هم في، هم في، بلطف. ما في داعي هم فيها هم في. اذا قلت هم شو صار بالميم؟ تخلقلت. انتبهنا؟ كل الامور مبنيه على اللطف. هم فيها خالدون، هم فيها عليهم ولا. لماذا هذين الحرفين بالذات يؤكدون عندها؟ شو قال سليمان الجمزوري؟ لقربها والاتحاد فاعرفي، ليس كذلك؟ واحذر لدى واو وفاء ان تختفي. لقربها اي في الواو، اي في الفاء. لقربها اي في الفاء، والاتحاد اي في الواو، لأن الواو من الشفتين والميم من الشفتين، لكن الفاء من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثانية العليا. فهنا في قرب، لقربها أي في الفاء، والاتحاد أي في الواو. وضح إخواني؟ نعم. بعض إخواننا اللي بيكتبوا بالتجويد بيكتب وتكون أشد إظهارا عند الواو والفاء. يا أخي يا حبيبي، ما في شيء اسمه إظهار وأشد إظهارا. الإظهار هو الإظهار، والعلماء ما قالوا أشد إظهارا، العلماء قالوا انتبه انتبه. تبهنا؟ شو قال الجزري بعد ما قال وأظهرنها عند باقي الأحرف؟ شو قال؟ واحذر، انتبه، ما قال أشد إظهارا. فبعض إخواننا بيكتب، يعني بيكتب عبارات مو علمية، أنه تظهر عند بقية الحروف وتكون أشد إظهارا. ما في شيء اسمه أشد إظهارا. شو لازم نقول يا إخواني؟ وليحذر القارئ من إخفاء الميم الساكنة عند الواو والفاء أو الفاء، كما قال أئمتنا رحمهم الله. واضح؟ هاي التنبيه اللي تكلمنا عنه، وذلك الاتحاد مخرج الميم مع الواو وقربه من الفاء. طيب، الفرق بين الإظهار والإخفاء والإدغام. منذ قليل شرحت لكم لما كنت عم بشرح آلية ترميهم بحجارة. الآن هذا جدول فارغ سنملأه بمعيتكم بناء على ذلك الفهم. طيب، في الإظهار، شفتوا كلمة في الإظهار، وبعد منها في كلمة إخراج الحرفين. هاي الإظهار وإخراج الحرفين. لما أنا أقول من آمن أو عليهم ولا هم فيها، الحرفين عم يطلعوا بارتفاعة ولا بارتفاعتين؟ بارتفاعتين. إذن هون شو لازم يكتب؟ بارتفاعتين. طيب الحرف الأول بالإظهار ظاهر ولا مو ظاهر؟ إذن صوته ظاهر. جينا للإخفاء. الإخفاء الحرفين لما بيطلعوا بارتفاعة ولا بارتفاعتين؟ بارتفاعة واحدة. طيب والحرف الأول ظاهر ولا تحول إلى الثاني؟ هو طبعا يعني نقص منه شيء، لكن موجود ولا مو موجود؟
طيب جينا للإدغام. لما أنا أقول مثلا من لدنهم، ملا ملا، هل النون واللام خرجتا بارتفاع ولا بارتفاعتين؟ طيب الحرف الأول صوته ظاهر ولا تحول إلى الثاني؟ إذن صوته مدغم أليس كذلك؟ غير ظاهر، تحول إلى الثاني ملا. طيب تعالوا نتأمل هذا الجدول مع بعض. اللي بلون أزرق هو القاسم المشترك بين الإظهار والإخفاء، واللي بلون أحمر هو القاسم المشترك. ملاحظين انه السطر هذا تبع الإخفاء، هذا السطر الأوسط فيه شبه بالإظهار وفيه مخالفة، وفيه شبه بالإدغام وفيه مخالفة. وضحت فكرة بصفة بين الإظهار والإدغام؟ إذا الله يرضى عليكم، إذا وضحت اتكرموا انقلوها لمن بعدكم ممن يقرأ عليكم ويتعلم منكم. لا نريد أن يكون التجويد النظري في وادي والأداء في وادي آخر، نريد أن يكون قاعدة وتطبيق، يفهم الطالب القاعدة ويطبقها ويتذوقها كما تذوق الخليل بن أحمد الحروف. انتبهنا يا إخواني؟ ما يكون اعتمادنا على السماع وبس، السماع مع مرور الزمن بيتغير، السماع مع مرور الزمن بيتغير، ممكن الإنسان يدخل عليه الوهم، ممكن في ألف احتمال واحتمال. هذا الجدول استفيدوا منه إني لكم من الناصحين. فائدة واحد، علامة إدغام الميم الساكنة في ضبط المصحف تجريدها من السكون وتشديد الحرف التالي. طبعا لما بتكون مدغمة شايفين لكم ما. علامة إخفاء الميم الساكنة في ضبط المصحف تجريدها لكن مع إيه؟ مع عدم التشديد. ترميهم بي، انظروا إلى ترميهم، ليس فوق الميم شيء، والباء ليست مشددة كذلك هنا، وما هم بمؤمنين، الميم ليس عليها شيء والباء ليست مشددة. الفائدة الثالثة، علامة إظهار الميم الساكنة في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من كلمة خفيف كما ذكرنا من غير نقطة فوق الميم، نحو هم فيها، هم فيها فوق الميم في سكون. أم لم تنذرهم، شوف كم سكون، أم لم تنذرهم لا، ثلاث ميمات مظهرات وفوق كل منها رأس الخاء علامة السكون. أبرز الأخطاء